ومعايا الشاعر الكبير استاذ جمال بخيت. ارحب بيك وبقول لك منورنا النهارده في افتتاح المهرجان الموسيقى العربيه. اهلا بيكي، اهلا وسهلا بجورنال مصر. والله اقول الحمد لله انه النهارده يعني احظى بالتكريم في المهرجان رقم 24، وده معناه ان الواحد كانت اختياراته صحيحه، انه وبيحمد ربنا ان هو ما هلس على مدى الطريق الطويل ده، ما استجابش المغريات السوق والسبوبه وكل هذه الالفاظ اللي ما كانتش معروفه ولا متداوله في الفن للاسف. احنا جيل عانى جدا، لان احنا لما جينا كان الزمن الفن الجميل كان بيروح، فاحنا تعرضنا لكل المشاكل اللي تعرض لها الوجدان المصري، والتراجع في الكلمة والتراجع في الصوت والتراجع في اللحن. الحمد لله ان احنا كنا من الفئة المستمسكة او القابضة على الجمر زي ما بيقولوا. النجوم متألقة في سماء الفن العربي، يعني سواء علي الحجار، هاني شاكر، مدحت صالح، إمام البحر درويش، أنغام، غدرجة، يعني دول الحقيقة، يعني بالإضافة طبعا للنجوم العرب، ومنهم سميرة سعيد هي مشاركة وفي نفس الوقت هي متكرمة أيضا في المهرجان. فالحقيقة يعني وبعدين مش محتاج الموضوع رأي، لأنه المعلومة اللي أسعدتني جدا أنه في أول 3 ساعات اتفتح فيهم شباك التذاكر، اتحجزت جميع حفلات المهرجان.